الفيديو هذا. اليوم غادي يكون فلوغ ان شاء الله، غادي نمشيو لاوكيندا، غنمشيو لمراكش، سو غادي تبعوا معايا الفلوغ من الاول. انا وصاحبتي هلا عاوتاني فوالا، غادي تشوفوا فلوغ واعر ان شاء الله. غادي ابوني سبسكرايب، شكرا على يلا خليكم على الفيديو حتى الاخر. واش يدير ضرب شيطان هاد البلاصه ما عرفناش بغينا هي واحد الوقفه استراحيه درنا ناري درت ليا فلاش ثانك يو دابا بنزين اشتر دابا بنزين صافي نبقى هكا احسن. المهم دابا وقفنا في واحد البلاصه كيستراحوا فيها الناس وداكشي، مشينا للتواليت وكذا وكذا حشاكم وفوالا. دابا نتسناهم يجوا الناس كاملين باش نتلاقاو عاوتاني ونمشيو لشي بلاصه نتعشاو باش المهم ان شاء الله غدا غادي نوصلوا لاوكيندا ونصور ليكم الدجاج عاوتاني وفوالا. هذا ما كاين انا يا سلام هاي ضو. المهم هنا هي البلاصه اللي وقفنا فيها، كيكون فيها بزاف ديال البلاصات التمينات الله يستر زين صافي نجي ايوا فوالا هذا مكان نمشيو دابا نهبطو أنا هبطو نفطرو إن شاء الله وفوالا هذا مكان. أنا هنايا جينا لسيتي فاطمة باش نتغداو، صراحة الجو واعر
هاي جايز مهم جينا جلسنا في هذه الجريدة هذه الحمقة اللي حدايا ما بغيت نمشي للبلاصة ما بغيت نمشي لا قهوة لا زمر شدينا هذا الأواصر هادو فوالا خصنا فيا اللي تمشي ديك ما فياش ما عرفناش إمتى غادي يجيو صراحة باش نمشيو المهم بقينا داتي هنايا بما كما قلت لكم بقينا داتي هنايا بما يتجمعو الآخرين باش نمشيو كاملين هاي هوب يو دوينغ غود باش نقول لكم تصبحوا على خير سالينا الخرجه ديالنا جينا للدار دابا الله دابا جينا دي ماكينه وجهنا لبسنا بيجاماتنا ونعسنا صاحبتي انه هي اللي كدير دابا اندومي حيت بينا ناكلو شي حاجه ما تعشيناش وفوالا هذا ما كاين كنتمنى يعجبكم الفلوق واخا ما صورتش فيه بزاف صراحه حيت كنت ما كنصور فغير ما كنبغي نستمتع غير باللحظه داكشي علاش دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب في القناه تضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم اي وزر الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه ان شاء الله وهذا مكان باي باي خليت لكم راحه.